ان شاء الله يا دكاتره تسجيل تلك المحاضره هتنزل ان شاء الله على الايفنت وول قبل يوم الجمعه باذن الله، يعني على يوم الجمعه بالكثير ان شاء الله. طيب بعد اذن حضراتكم شويه بس رولز كده في البدايه. وانس بقول ارفع ايدك من على الكيبورد، محدش يكتب اي كلمه على الشات او محدش يكتب اي حاجه على الكيبورد عشان نقدر نريجوليت الموضوع. اي واحد عنده سؤال هوفر وقت في النهايه للاسئله باذن الله تعالى. جاست اللي عنده مشكله زي الدكتوره ليلى كاتبه نو ساوند، او دكتور ام جي كاتب ما فيش صوت، اعمل لهم بيست برضو للرساله بتاعتي. طيب برضه يا دكاتره بالله عليكم مش عايزين اي اسئله او اي حد يتكلم بره محتوى المحاضره العلمي، علشان يعني لو حضرتك يعني داخل تهزر، معلش يعني يا دكاتره بعد اذنكم، يعني لو حضرتك داخل تهزر زمايلك داخلين جد وداخلين عايزين يبداوا معادله، فحضرتك مش هتاثر عليا نفسيا. انا بمنتهى البساطه مش هيفرق معايا اقول الكلام او ما اقولوش، لكن انت كده بتاخد وزر زمايلك اللي عايزين يبداوا المعادله بشكل جد، تمام؟ او اللي عايزين يبتدوا فعلا. فبالتالي بعد اذن حضراتكم جميعا نلتزم كده بالقوانين والقواعد، تجنبا لان انا اخد مثلا ان دكاتره ان اخد واحد او جاي متخرجه من الابلكيشن او عامل له بان او حاجه من هذا القبيل. يعني يا دكاتره ملهاش اي لازمه خالص ان احنا نتصرف تصرفات زي كده. طيب طيب هنتوكل على الله احنا ونبدا مع بعض كده المحاضره، وهفتح سبوره كمان شويه يا دكاتره. هفتح سبوره كمان شويه ما تقلقوش تماما. لكن انا بس عايز اقول ان بسم الله ما شاء الله يا دكاتره، يعني الاقبال يا دكاتره على النيو سيميلي في الفتره الاخرانيه تزايد جدا. يعني مش عايز اقول ان لو حد شديد جدا كان عمل ايفنت زي ده من 6 7 سنين ما كانش هيكمل 10 او 20 واحد قاعدين. لكن حاليا الترند بتاع ان انت تسافر، او الترند بتاع ان انت تطلع على بره، او تخلص حاجه شهاده معادله او زماله او كده، الموضوع بقى صعب، او بقى قصدي بقى الناس كلها بتسعى ليه، لقيت الناس كلها عايزاه او بقى مطلوب. فبعكس زمان، فده اللي خلى امريكا تغير برضه في الامتحان وتصفي الناس اكتر واكتر. مفيش ما يمنع ان انا ما دام اللي داخل عليا كتير او اللي جاي لي كتير، مفيش ما يمنع ان انا اصفيهم اكتر بقى، وابدا اركز معاهم اكتر، وابدا احط مصفى كتيره علشان خاطر ما يجيليش غير صفوه الصفوه، ما انا الاقبال عليا زايد يعني. فبالتالي بسم الله ما شاء الله، ما بين يعني احنا دلوقتي اهو داخلين في 154 واحد يعني، فبسم الله ما شاء الله. لكن انا متاكد ان اللي واخدها جد او اللي هياخدها جد وهيقدر يوصل فعلا هو اكتر ناس عندهم عزيمه واصرار وهارد وركرز. وحط في دماغك الثلاث حاجات دول اهم بكتير من انك تكون دحاح. هارد وركر وعندك عزيمه وعندك اصرار. ومن 155 او ال 150 واحد هنتكلم اللي قدامي دول، هتلاقي اللي ينطبق عليه تلك المواصفات ويستطيع الوصول انه في يوم من الايام يكمل سكته في امريكا بالفعل، هيكونوا لن يتعدوا ال 40 او 50 واحد. يعني اقل من 50% من نسبه الناس اللي قدامي. فاتمنى نكون كلنا منهم، واتمنى ان ال 154 دول يطلع منهم 100 واحد يدعوا لي انه في يوم من الايام دخلوا سنه استراتيجيه مشي عليها قدر يخش ويجيب سكور كويس في ستيب 1. طب انا هفتح بقى السبوره كده معاكم، او هفتح سبورتي كده، وونس ما فتحت السبوره وبتكلم انا قافل الشات. يعني ايه قافل الشات؟ يعني انا مش شايف اسئله خالص، يعني لو كتبت سؤال ولا هشوف. خلاص؟ فتركز بكل حواسك مع السبوره وتجمع اي سؤال تكتبه كده في ورقه هنت على جنب وتخليه لي للاخر. وانا هسيب لكم سيكشن في الاخر اسمع اسئلتكم وهنحاول ننظم الموضوع اكتر شويه. طيب هفتح كده السبوره معاكم ونركز ونصحصح مع بعض بعد اذنكم كده يا دكاتره، علشان نقدر ننجز المحاضره، لان انا ليس امامي معكم سوى ساعه ونص من الان. عايزين في الساعه ونص دي نكون وصلنا للهدف
من المحاضره وهو ان انت تخش وتمتحن اليوس اللي ستيب 1 ومعارف انت هتمشي البلان ازاي. دكاتره لازم يكون كل اللي قدامي دلوقتي نوى خلاص ان يخش في سكه المعادله الامريكيه، مش داخل لي وانت مش عارف يعني ايه يو اس ام ال اي. لو مش عارف يعني ايه يو اس ام ال اي، اتمنى من حضرتك، اتمنى لك التوفيق، اخرج حضرتك من المحاضره دي واسمع محاضرات تعريفيه عن المعادله الامريكيه، وانس ما قرر تسجيله المحاضره دي موجوده تقدر حضرتك تسمعها بدل ما تاخد مكان في حاجه انت لسه ما قررتش او مش عارف هي ايه ولا بتتكون من ايه. تمام يا دكاتره؟ وباذن الله انا هحاول ان قريبا جدا اعمل ايفنتات بالميديكال كارير ان يو اس اي، اعرفك الـ الـ السكه اللي بتمشي عليها او بتمشيها ازاي لغايه الاخر، او سكتك في امريكا عامله ازاي. طب انت قررت تبدا اليوسم لي، المفروض بدايتك بتكون باليوسم لي ستيب 1. احنا بقى النهارده هنتكلم على ازاي تشتغل اليوسم لي ستيب 1 اكوردنج لما هو حديث. في ناس منكم متابعاني بقالها سنين، انا بقالي مثلا تقريبا 5 سنين شغال في موضوع اليوسم لي ستيب 1 ده، او بشرح اليوسم لي ستيب 1 يعني. في ناس شافت لي فيديو قبل كده من 4 أو 5 سنين كده قايل فيه استراتيجي او بلان الناس تقدر تمشي عليها، حتى كان اسمه على اليوتيوب بتاع هاو تو جيت 260 بلس. تمام؟ بس الفيديو ده بقى له 5 سنين، ففي حاجات جديده اتعدلت على امتحانات المعادله، في حاجات جديده المفروض بقيت تركز عليها على اساس ما كانتش بتتسال زمان لكن بقت بتتسال دلوقتي، في ابديتس حصلت. فده خلاني قررت ان انا اعمل انذر ليكتشر تلغي الليكتشر القديمه لانها الاحدث. تمام؟ اكوردنج للريسنت ابديتس. طيب حلو يا دكتور، امتحان ستيب 1 يا دكتور هو اصلا بيتكون من ايه؟ افكركم كده سريعا، الامتحان ستيب 1 بيتكون من 7 بلوكات او 7 بلوكس خلال 7 ساعات، خلال 7 hours، كل بلوك ساعه. كل بلوك اول ما تخلصه وتخش على البلوك اللي وراه ما ينفعش ترجع للبلوك اللي قبله. يعني انت قدامك ساعه تبرطع في البلوك براحتك، خلصت البلوك ودخلت على البلوك اللي وراه، البلوك اللي قبليه ده صفحه وانطوت خلاص. ومعاك كمان يا دكتور يا محترم ساعه او 1 اور بريك. معاك ساعه بريك. الساعه البريك دي يا سيدي الفاضل او يا محترم ممكن تاخدها مره واحده او توزعها بين البلوكات، وغالبا الناس بتوزعها بين البلوكات. طب يا دكتور السبع بلوكات كل بلوك ايتش بلوك كام سؤال؟ زمان كان 46 سؤال اكوردنج للنيو موديفيكيشن بقت 44 سؤال في البلوك، يعني قللوا سؤالين. بس هم قللوا سؤالين وزودوا طول الاسئله، يعني بقت الاسئله اطول. الموضوع هو هو يعني، بل هو بالعكس بقى ارخم سنه، يعني 44 سؤال بس بقت الاسئله الطويله اكتر شويه. فبعد ما كان الامتحان 320 سؤال بقى مش عارف 312 او 300 ومش عارف كام، احسب 44 في 7 شوف هيطلع كام. المهم ان كل بلوك 44 سؤال مطلوب من حضرتك تخلصهم في ساعه، ومعاك ساعه بريك ممكن توزعها في تلك الاثناء. طب يبقى دي اول نيو موديفيكيشن حصل، عدد الاسئله في البلوك بدل 46 اصبح 44. طيب دكاتره ايه النيو ابديتس بقى اللي حصلت في الامتحانات في الفتره الاخرانيه؟ اولا يا دكاتره انتوا عارفين طبعا ان مواد ستيب 1 هم ال 10 مواد بتوع البيزك ساينس، اللي هم مايكروبيولوجي، فيسيولوجي، فارماكولوجي، بايوكيمستري، باثولوجي، نيورو ساينس، اميونيتي، جينيتكس، اناتومي اند امبريولوجي، بيهيفيورال ساينس. 10 مواد مفرودين قدامك وافردهم ماده ماده واقول لك كل ماده ماده تشتغلها ازاي، مش قضيه يعني، ما تشغلش نفسك بالموضوع ده. لكن ايه الابديتس اللي جدد؟ زمان يا دكاتره كانت اسئله ماده البيهيفيورال ساينس اللي هي تشمل السايكايتري والسايكولوجي والابيديميولوجي والاستاتستكس والايثكس، الخمس اقسام دول، الماده دي كانت زمان اسئلتها قليله جدا، فكانت في ناس بتخش الامتحان مش مذاكراها كويس او مش مظبطاها كويس وستيل قادرين انهم يجيبوا سكور محترم او قادرين يجيبوا سكور كويس، لان عدد اسئلتها كانت البيهيفيرال ساينس زادت للغايه
يعني لدرجه ان بقى بيجي مثلا كذا سؤال سايكايتري، كذا سؤال سايكولوجي، كذا سؤال ايثكس، يعني قسموها تقريبا لاربع اقسام وبيسالوا كل قسم سؤالين. فبقى نصيب البيهيفيرال ساينس في كل بلوك عالي مش قليل زي زمان. والبيهيفيرال ساينس يمكن دي مشكله كبيره جدا بالنسبه للاي ام جي تحديدا للعرب اللي زي حالاتنا، لان احنا تقريبا ما بناخدهاش في الكليه او ما بنعديش عليها، فبالتالي الدنيا بالنسبه لنا بتبقى كاننا بنبني من تحت الصفر، مش في مش واصلين للصفر حتى فيه. وبالتالي في بقى عندك مور بيهيفيرال ساينس، مور ايثكس كويستشن، مور سايكايتري اند سايكولوجي كويستشن. كويس جدا. كان زمان يا دكتور مستحيل جدا انك تلاقي اي كي جي في ستيب 1، يعني كان من يعني من تسمع يعني اللي يجي له مثلا يجي له ستريب 2 اي سي جي ستريب في الامتحان كله ده يعني. فكان حته الاي سي جي دي كانت زمان بالنسبه لبتوع ستيب 1 كانت مرور الكرام، حتى ستيب 2 سي كي ما كانش بيتسال عليها اسئله كتير. الاي سي جي حاليا بقى بيوصل لمرحله انك ممكن تلاقي ستريب او تو ستريبس، ولكن في البلوك الواحد، انت متخيل؟ في البلوك الواحد تلاقي ستريب او اثنين ستريب تقريبا، فممكن توصل لك لسبع اسئله اي سي جي بس، ست سبع اسئله اي سي جي لوحده في الامتحان. وبالتالي ما عادش ينفع ان انت ما تظبطش جزئيه زي الاي سي جي قبل ما تدخل امتحان اليو سي بي، على الاقل تظبط الاي سي جي الهام لامتحان المعادله، اللي هو انا عملت له محاضرتين ونازلين متسجلين ومتواجدين على الانترنت او موجودين على اليوتيوب، خلاص؟ وموجودين على الصفحه الرسميه بتاعه البريبريشن سيستم بتاعك، تمام؟ طيب حلو جدا. دكاتره زمان كنا ممكن نقول بالنسبه للجميع ان الفيرست ايد از انف، يعني كنت اي حد ممكن اقول له الفيرست ايد از انف. دلوقتي مش كل الناس يتقال لها الكلمه دي. الفيرست ايد اي ثينك من وجهه نظري المتواضعه انه نو لونجر انف انك تشتغل منه لوحده، ما تشتغلش مع تخصصات ثانيه عشان تجيب 260 بلس، عشان تجيب سكور اللي هو فينومينال، يعني لو تعدي ال 250 او تعدي 260، ما عادش الفيرست ايد لوحده كفايه بصراحه. هاويفر هو كفايه بالنسبه لبعض الناس، بالنسبه لبعض الناس اللي هم ايه؟ اولا البيزك ساينس بتاعه اصلا سترونج، يعني هو اصلا واقف على سلمه عاليه، وثانيا هو طالب من يومه من زمان وهو بيحب اللم، يعني بيحب الحاجه البلمومه وبيقدر يجيب بيها سكور محترم، يعني مثلا باربع ورقات يعرف يجيب امتياز. هو راجل كده قدرته على التحصيل وقدرته انه يقدر يفتكر كل كلمه وكل فهمته كلمه مكتوبه في الفيرست ايد عاليه. وبالتالي ما عادش الفيرست ايد انف لكل الناس، لان زمان كانت في بلوكات في الفيرست ايد ممكن ما تتسالش، بلوكات تتسال، حاجات مهمه، حاجات بنعدي عليها كده، لكن لا، الفيرست ايد دلوقتي لو انت عايز تجيب بيه 260 بلس او 250 بلس لازم أن تكون مذاكر كل فهمته كلمه وحافظ كل فهمته كلمه فيه. يعني ما عادش الموضوع بالسهوله بتاعت زمان. وعشان كده انا وجهه نظري ان لا، سبلمنت يا سيدي الفاضل الاجزاء اللي الفيرست ايد ضعيف فيها، سبلمنت ات بالسورسات الثانيه اللي ممكن تدعم حضرتك وتساعدك انك تقدر تحفظ كلام الفيرست ايد. يعني في برانشات او مواد هتكلم عنها كمان شويه محتاج انك تشتغلها من سورس كبير، علشان يوم ما تقرر تحفظ الكلام اللي في الفيرست ايد يبقى بالنسبه لك كلام قليل فسهل تحفظه كله، هتقدر تحقق السكور اللي انت نفسك فيه. لكن كده كده انت مسيرك في الاخر لمين؟ للفيرست ايد، وده شيء لا يختلف عليه اثنين، تمام؟ زمان يا دكتور كان ينفع اقول لحد خلص بنكين وخش ار اكس وي وورلد، لا، دلوقتي وجهه نظري ان يو هاف تو فينش ذا 3 كيو بانكس، الثلاث بنوك اسئله اللي انا هقولهم لك كمان شويه علشان خاطر تخش الامتحان. ما تخشش الامتحان من غير ما تخلص الثلاث بنوك، لازم أن تكون محتك بشريحه واسعه من الاسئله، لان الاسئله اللي في الامتحان بدات تبقى قليله الادب شويه، تمام؟ يعني بداوا يقلوا ادبهم شويه، فلازم تبقى محتك مع كميات كبيره جدا من الافكار علشان تقدر تادي في الامتحان اللي هتشوفه ده، تمام؟ طب كويس جدا. According to these updates، في نقطة أخيرة بس، imaging الأشعة، الايمجنج بدأت تيجي في ستيب 1، يعني بدأت تزيد عدد أسئلتها يعني. بس هاويفر يا دكاترة الايمجنج عموما في المعادلة ما بيبقاش قايم عليه التشخيص،
imaging بمعنى انه يجيب لك اكس راي، يجيب لك سي تي، يجيب لك ماجنتيك ريزونانس انجيوجرافي، يجيب لك الحاجات دي يا دكاتره للايمجنج كويشنز. هاويفر يا دكتور، عموما الايمجنج كويشن بيبقى معاه كيس سيناريو، فالكيس سيناريو بتبقى مخدمه على الاشعه، يعني انت ممكن تشخص من الكيسه من غير ما تبص على الاشعه، بس لازم برضو تحتك مع اكس راي وسي تي وام ار اي كتير، او تعرف ايه اللي مهم تعرفه او تحفظ او تعرف شكله علشان خاطر تقدر تخش الامتحان بيه. طيب تعالوا نتكلم بقى على البلان according to the recent modification. البلان بتاعتك ايه اللي انت بتفكر فيه يا دكتور؟ طيب في البدايه نخلص من النقطتين الاولانيين دول. الاي كي جي والايمجنج الحمد لله رب العالمين انا عملت لهم محاضرات. ليه محاضرات يا فندم؟ ماي ليكتشرز وموجوده مرفوعه على النت. طب فين هي؟ هنزل لكم اللينكس بتاعتها على البيج بتاعت البريبريشن سيستم بتاعي. خلاص؟ هنزل اللينكات على صفحه البريبريشن سيستم بتاعي وهنزل لكم لينك صفحه البريبريشن سيستم على الوول بتاع الايفنت. خلاص؟ يبقى نزل صفحه، انزل لينك صفحه البريبريشن سيستم على الوول وهتلاقوني منزل البوست كده صفحه البريبريشن سيستم بتاعي للسبلمنتري ليكتشرز ان كانت بتاعه الاي سي جي او بتاعه الايمجنج. تمام؟ اذا دول هتخلصهم من ماي ليكتشرز، هتاخد فكره من محاضراتي ايه اللي بيتسال في الاي سي جي على مستوى اليو سي ملي، الريزميا، مش عارف ايه، تلاقيني كده بقول لك الحاجات المهمه وايه السكيما اللي ممكن تستخدمها عشان تشخص اي اي سي جي في امتحان المعادله. طيب الايمجنج برضو لامم انا الاشعاعات اللي لازم تعرفها وتشوف لها اشكال كتيره، يعني مثلا بقول مثلا شريحه او الـ 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 الاشعه بتاعت البلورال افيوجن مثلا مهمه، اشوف كده كذا اشعه بلورال افيوجن خد على منظرها. كلام من هذا القبيل. يبقى الاي سي جي والايمجنج دي من ماي ليكتشرز، وخد بالك كيب ات لاست. كيب ات لاست. ظبط المهم الاول يا كوتش، وبعد كده بفكر بقى يا فندم لما تبقى واقف على سلمه ال 240 ولا واقف على سلمه ال 230 ابدا فكر بقى انك تظبط اي سي جي او تظبط اشعه عشان خاطر تعلى بقى لل 250ات وال 260ات، مش تفكر في الاي سي جي والاشعه وانت ما ذاكرتش مايكرو، ما يعني دي تفرق يعني. تمام؟ طيب كويس جدا، يبقى ده اولا خلصنا من نقطه الاي سي جي وخلصنا من نقطه الاشعه. تمام؟ طيب يا فندم بالنسبه بقى للمواد بقى للسبجكتس امشيها ازاي؟ بص يا دكتور في جملة مهمة جدا أو جملة واحدة ممكن ألخص لك فيها سكتك في المعادلة. أهي يا دكتور. دي جملة واحدة. طبعا هنا كونتينوس غلط مش مشكله. بس يا دكتور centralize your lecture series don't centralize your source of study. الكلام ده يتم in a continuous condensed plan. ده دكاتره في ثلاث في جمله كده مفيده الاستراتيجي بتاعتك في المعادله المفروض تمشي ازاي. يعني حضرتك لازم تسمع مصدر واحد، ما تقوليش مثلا ايه؟ ما دام هشتغل من كذا مصدر، يعني هشتغل من فيرست ايد وكتب ثانيه، اجي في فيرست ايد اسمع دي اي تي، واجي في الثانيه اروح سامع كابلن، واجي في الثالثه اروح سامع ايه؟ لا يا فندم، حضرتك ستيك تو سنجل سورس اوف ستادي، يعني اسمع فيديوهات واحده او تابع مع حد واحد. ما تشتغلش من كذا فيديوهات، ما تشتغلش من كذا فيديو، ولكن اساسي بالنسبه لك فيديوهات بيرفورمر زي ما هقول كمان شويه. يبقى هات مثلا هتشتغل من فيديوهات كابلان، خلاص يبقى ستيك تو فيديوهات كابلان حتى لو هتتابع وراهم من الفيرست ايد في بعض المواد. فهمتني؟ سنترلايز يور ليكتشر سيريس، تبقى تاخد على تبقى واخد على اسلوب معين في الشرح. ما تسمعش كذا اسلوب لان كذا اسلوب ده هيشتتك وهيشتت طريقه الديلنج بتاعتك مع المعلومه او طريقه تعاملك مع المعلومه نفسها وتناولك للمعلومه.
Don't centralize your source. بمعنى ايه؟ يعني اشتغل من سورسات مختلفة على حسب اقوى سورس في كل مادة. وانا همسك مادة مادة دلوقتي واقول لك اقوى سورس في كل مادة ايه. In a continuous condensed plan. بمعنى ايه؟ المفروض خطة حضرتك تكون ما بتقفش، بمعنى ان مفيش اوقات طويلة حضرتك بتترك فيها كتب المعادلة تذهب مع الريح، لان ده هيخليك تبدأ من الزيرو بوينت. كوندنسد بمعنى ايه؟ جيب اخرك يا دكتور، يعني هتقول لي اشتغل كام ساعة في اليوم؟ جيب اخرك يا دكتور، بمعنى حضرتك كأندر جراديويت اكملك كوميتد بالكلية، اخرك هتقدر تدي المعادلة 4 ساعات، مش هقدر ادي اكتر من كده. يبقى انت كوندنسد بالنسبة لك 4 ساعات في اليوم. اشتغل بأربع ساعات في اليوم وما تبطلش، ما توقفش. حط لنفسك حاجتين يا دكتور. لو انت اندر جراديويت يا فندم هتمشي بالطريقة الآتية. حط لنفسك ماكسيمم ستادي اورز ومينيمم ستادي اورز. يعني انا مثلا يا دكاترة ماكسيمم لي فترات الاجازة هشتغل في المعادلة 6 ساعات. ده الماكسيمم بتاعي. المينيمم بتاعي يا بيه اللي هو ايام الامتحانات هشتغل ساعة اخر. هو ده اخر ساعة واحدة بس. وفي بقى افريج ستادي اورز. الافريج بتاعك اللي هي في فترات الكلية المرخية هتبقى مثلا 4 ساعات او 3 ساعات، والتزم بالكلام ده. المهم مفيش يوم يعدي عليك بزيرو اورز. مفيش يوم يعدي عليك ما تفتحش فيه المعادلة خالص، لا. تفضل انا ماشي دلوقتي بالماشي دلوقتي بالافريج، انا ماشي دلوقتي بالمينيمم. And don't think when you will finish. وما تفكرش هتخلص امتى. يا بس يا دكتور يعني ما بس في اكيد مده افريج انت حاططها يعني. يعني لو اتلكعت هخلص في كذا، ولو شديت جامد هخلص في كذا. هقول لك كمان شويه ديوريشن. لكن تفكيرك في ان انت تشتغل بشكل مستمر ويبقى لك ورد. ورد يا دكتور بمعنى كلمة ورد، يبقى لك ورد يومي للمعادلة تخلصه، ده لازم يكون مترسخ في ذهنك. بعيدا عن انت هتخلص في ديوريشن قد ايه. لو قدرت انك تحط نفسك في جو المعادلة بشكل مستمر ما بيقطعش، وبمعدل ثابت او بمعدلات ثابتة بالمنظر ده، هتقدر توصل لان انت تخش الامتحان وانت اندر جراديويت، حتى لو كنت مضغوط وبترتب على الدفعة في الكلية. تمام؟ ادي أول نقطة. ده في حاله ان انت اندر جراديويت. طب لو انت يا فندم بوست جراديويت بقى. البوست جراديويت دي قصدي ارتاح من الكليه بامتحاناتها، والبوست جراديويت دول نوعين. اللي هو امتياز انت هاوس اوفيسر. على فكره الكلام اللي بقوله ده مهم والله يا دكاتره. يور هاوس اوفيسر او انت خلاص دخلت في الكارير. يعني استلمت بقى نيابه جامعه، استلمت وزاره صحه، بدات الكارير بتاعك. هاوس اوفيسر اولا ريح نفسك في الامتياز. حط النقطه دي في دماغك. ريح نفسك في الامتياز. بمعنى انقل امتيازك في حته مريحه. وانتوا فاهمين يعني ايه حته مريحه، مش هقعد افسر كتير بقى. مش هقعد اقول لك ابعد عن كذا وابعد عن كذا، انتوا عارفين فين الكخ وفين الحلو. انقل نفسك في حته مريحه. عشان تفضي نفسك ما تروحش غير يوم يومين في الاسبوع، وتقدر تكدس نفسك بحيث ان انت تقدر تكربس نفسك وتذاكر ما يقرب من 8 ساعات في اليوم وانت مستريح، لان انت قاعد كل يوم في بيتك. هتقدر ان انت تنجز في وقت سريع. طيب لو انت بدات يور كارير، بدات يور كارير دي حاجه من الاثنين، نايب جامعه نايب وزاره صحه. تمام؟ نايب جامعة هقول لك كلمة واحدة، البقاء لله. يعني أنا مش هتكلم والله ما هقول غير الكلمة دي، البقاء لله. تمام؟ يعني مش يعني الـ الأمر أنا مش بقول يعني إن كل قاعدة شواذ، والله في نواب جامعة بيحضروا والله اللي يرسم ليه وبيشطبوها وبيجيبوا سكورات محترمة وبنت ناس يعني. لكن برضه بالنسبة نسبة كبيرة البقاء لله. بس هاويفر يعني يا دكتور اعلى يا فندم برضه بالريت بتاعك، وحط لنفسك ماكسيمم ريت ومينيمم ريت وافريج ريت، وامشي كانك اندر جراديويت. بس بصراحه كان الله في العون يا ابني. تمام؟ بالذات لو انت مستلم نيابه زي تخدير ولا حاجه مني يعني، ده البقاء لله بغباء يعني. تمام؟ طيب
لو انت نايب وزاره صحه او لو نايب صحه دكتور نايب صحه نايب صحه اقول لك على نقطه صغيره try to think انك تاخد اجازه try to think انك تستقيل ان امكن لو هتقدر تفضي نفسك بدل المعادله والله افضل اجازه اجازه والله اتصرف بقى اجازه بدون مرتب اجازه الاجازات سككها سهله يعني خد اجازه على الاقل تبدا وتنطلق وتخلص فيها لو حتى ترجع الشغل وانت في الاواخر مفيش اشكال يعني تقدر ترجع الشغل وتاخد اجازه تاني او تبقى لكن الاجازات ليها منظومه كده وليها سيستم ممكن انت تسال فيه في الاجازات يعني هتشتغل امتى تشتغل وانت جوه نيابه الصحه لو نيابتك مريحه اكزامبل مثلا يو ار ا سايكايتريست في مستشفى مثلا السايكايتري ما فيهوش طوارئ ما بتبقاش ماسك استقبال ما فيهوش حاجه من دي فبتقدر ان انت تمانج امورك وتظبط نفسك يعني بان انت تمشي ده مع ده تمام اذا يا دكتور احسن لحظات حياتك اللي بتبتدي فيها مين؟ اندر جراديوت او هاوس اوفيسر بدات الكارير بتاعك بدات تبقى مرتبط بان بقى ايه لازم يبقى فيه فلوس في جيبك تبدا حسابات حياتك تخش في اطار تاني خالص ان انت عايز فلوس في جيبك طب عايز مرتب تحتاج المرتب خطوبه جواز مش عارف ايه كل دي حسابات يا دكاتره يعني بتتحط في الدماغ ساعتها ومهما حاولت تقول لا انا مش بتاع جواز يا عم اقول لك لا والله هتحطها برضه في دماغك والله هتحطها في دماغك مهما حاولت لانك هتلاقي ان اللي حواليك كلهم حاطينها في دماغهم فمش مقبول ان انت ما تحطهاش ده الناس على مستوى العالم يا ابني اول ما بيبدا الكارير بتاعه بيبدا يحط في دماغه الحاجات دي هتيجي انت تشذ عن العالم كله خلاص فبالتالي بليز استثمر فترات الاندر جراديوت واستثمر فترات الامتياز واي ثينك كل اللي بداوا الكارير بتاعهم وقاعدين معايا دلوقتي ياكدوا الكلمه دي دلوقتي حالا على الشات هيقول لك انا بنصح كده علشان خاطر نقدر ندعم بعض تمام لا خلاف على ذلك تمام طيب جميل جدا عايزين بقى نبتدي البلان بتاعتنا وهقول لك في الاخر الديوريشن بتاع البلان دي ممكن تاخد وقت قد ايه بالكتير وبالخفيف طب انت بتقول البلان دي بناء على ايه يعني انت بتلوش مثلا لا والله يا فندم انا بقالي خمس سنين حضرتك بشرح اليو اس ام لي ستيب 1 ودخل من تحت ايدي ناس وجابوا سكورات بالبلان دي وبالبلان اللي قبليها على حسب طبعا يعني ده محصله خبره يعني محصله واحد مش بيقول كلام اي كلام يعني مش بلوش يعني تمام انا بقول لك كلام اللي هو انا شايفه مقارن الكتب دي ببعضها انا بقالي خمس سنين قاعد مع الكتب دي وقاعد بلف في الكتب دي فعرفت ايه اللي ناقص هنا وموجود هنا ايه اللي موجود هنا وناقص هنا ايه اللي هنا مكتوب احسن من هنا كده يعني فبالتالي خد مني يا دكتور مش مقتنع مفيش اشكال الاكسبيرينسز مرطرطه وماليه النت لكن انا هشرح لك هنا ايه مش ازاي تشتغل معايا سيبك مني انا هشرح لك ازاي تشتغل مع نفسك how can you do it by yourself وانا يا دكاتره مؤمن بنسبه 100% واكرر بنسبه 100% لو حضرتك عندك القدره على المثابره والمتابعه وهتقدر تفولو اب يور سيلف وهتقدر تستمر وتتابع نفسك اوعى تاخد كورسات نيفر انك تاخد كورسات ليه؟ لان مفيش حد هيقدر يحط جدول يمشي مع الكل انا في مثلا في كورس باجي حاطط جدول ده اللي بيمشي مع عامه الناس بس ممكن يبقى مناسب لواحد وواحد مش قوي لكن لو انت قادر تتابع نفسك وعندك المثابره وما حطيتش لنفسك جدول تمشي عليه متكيف مع ظروفك ورحت تاخد كورس انت تبقى غبي تمام لما في ناس اللي هم بقول عليهم انا دايما ايه زباين الكورسات اللي هم دول اللي بيخلوا كابلان يشتغل ودكتورز ان تريننج يشتغل وغيرهم من البريبريشن سيستمز تشتغل هما دول اللي هما ايه؟ لا انا لازم ابقى كوميتد دفعت فلوس في كورس فاضطر ان انا احضر. في حد في الكورس بيتابعني. تمام؟
في متابعه مثلا، في حد بيخش يحل اسئله كده بيكسر معايا اسئله بسرعه، احس ان انا في حد معايا جنبي، انا ما بقدرش اضبطولي كده مع نفسي. تمام؟ علشان نبقى حلينا معضله اخد كورسات ولا ما اخدش كورسات. تمام؟ طيب يبقى النقطه دي خلاص خلصنا منها. انا دلوقتي هتكلم على ايه؟ لو انت مش هتاخد كورس هتمشي ازاي؟ بص يا دكتور، نمسك ماده ماده. مايكروبيولوجي. انا دلوقتي هتكلم على مذاكره وايز. مايكروبيولوجي. فيرست ايد اونلي، فيرست ايد از انف. اوعى تخرج بره اطار الفيرست ايد في مايكروبيولوجي، ولكن شرط اساسي يا دكتور تسمع عليه فيديو من او تسمع عليه فيديوهات كابلان، او لو بتسمع دكتورز ان تريننج. تمام؟ طيب يبقى المايكروبيولوجي فيرست ايد اونلي. طب معلش قبل ما نقول الكتب، معلش بس قبل ما اتكلم على الكتب، انا اسف جدا النقطه دي فوتها في الورقه عندي. ايه الفيديوهات الحلوه اللي انت بتوصي بيها؟ بص يا دكتور، في فيديوهات اسمها كابلان سيريس، دي سلسله كابلان. تمام؟ في كابلان هاي ييل، دي سلسله اخرى من كابلان فيديوز، وفي دكتورز ان تريننج. هما دول اشهر ثلاث فيديو سيريسز الناس بتشتغل منهم، وهتحتاج بافوما لازم، في حاجه اسمها فيديوهات بافوما، ما علينا. كابلان سيريس دي يا دكتور دول بيشرحوا كتير حتى الكلام اللي مش مهم. دول بيشرحوا قليل فقط الكلام المهم، لكن عيبهم انهم ملتزمين بالفيرست ايد بس. ما بيخرجوش براه. دول برضه بيشرحوا الكلام القليل المهم، لكن بيلتزموا بالفيرست ايد بس، وبيزودوا شويه زيادات، يعني ان كان ده او ده بيزود شويه زيادات بره الفيرست ايد. طب انا وجهه نظري، لو انت بطولك مع نفسك تسمع ايه؟ معلش للاسف، لو انت بطولك مع نفسك هتضطر تسمع دول. يا جماعه الكومبريهنسيف دول اللي بيقعدوا يطولوا، مع انهم هيبقوا بيشرحوا من كتاب كابلان في بعض الاحيان وانت شغال من الفيرست ايد على طول ونفسك تلخص، لكن مضطر تستحملهم. ما انت هتعمل ايه؟ ما انا قلت لك لازم تسمع حد واحد. طيب هنفترض ان انا همشي بالبلان بتاعتي اللي انا قلت لك كابلان سيريس. طب انا مش عجباني كابلان، خلاص يبقى اسمع لك كام فيديو كده في اسبوع كده، روح جاي ماسك اسبوع، قول انا في الاسبوع ده هقرر انا هسمع ايه. روح جاي سامع لك فيديوهين ثلاثه من كابلان هاي ييلد، واسمع لك فيديوهين ثلاثه من دكتور جين تريننج، شوف ارتحت لمين اكتر وامشي معاه. المهم ان احنا متفقين ان احنا هنسمع حد واحد او هنسمع سيريس واحده، لان سماع كذا سيريس هيخليك تتوه. نبدا بالكتب. مايكروبيولوجي هشتغل من ايه؟ فيرست ايد بس. يعني حضرتك هتعمل ايه؟ هتشتغل من فيديوهات كابلان او اتابع وراهم من الفيرست ايد؟ لا، ما انت هتلاقيه هو في وادي وانت في كتاب تاني خالص. انت هتعمل ايه؟ هتسمع فيديوهات كابلان في المايكرو وتاخد وراها كده نوتس كروكي كروكي كده، تاخد كروكي نوتس كده ورا الفيديو زي اللي بيكتب المحاضره كده، او زي اللي بيكتب محاضره ورا الدكتور. وبعد ما تخلص محاضراتك او بعد ما تخلص محاضراتك تروح جاي جايب الحاجات دي في الفيرست ايد موجوده فين؟ تروح جاي باصص بعينك كده على الكروكي اللي انت عامله ومراجع الكلام اللي قاله الدكتور، تروح جاي بعد كده قاري بقى الفيرست ايد، وتزود اي حاجه انت شايفها زياده او هتوضح اي كلمه في الفيرست ايد. فهمتوا يا دكاتره؟ طب اللي فهم يديني الاوكي بس وياكد لي انه صح معايا. حبايبي ربنا ربنا يديكم الصحه يا رب. طيب دكتورز ان تريننج، دكتورز ان تريننج. طيب جميل جدا، يبقى دي المايكروبيولوجي. طيب نخش على تاني ماده، فيسيولوجي. للاسف للاسف البتاع هيتسجل ويترفع. للاسف يا دكاتره الفيسيولوجي انا اوصي انك تشتغل من كابلان بوك، الا لو هتشتغل من الفيرست ايد لكن هتزود عليه شويه شباتر. يعني هي الفسيولوجي مشكلتها ايه؟ هو الفيرست ايد حلو جدا في الفسيولوجي بس وحش، يعني الفيرست ايد حلو في الفسيولوجي بس وحش في الريسبيراتوري فسيولوجي. فاهمني؟ وحش في انه مش كاتب جنرال فسيولوجي،
وحش في انه كان في انه مش كاتب حاجات بسيطه قوي. بالراحه يا دكاتره بس لو سمحت، بالراحه بس، بالراحه يا دكاتره، بالراحه. واللي عنده اسئله والله هرد عليه. تمام، لان انا هجيب سيره البي ار اس كمان شويه، فاديني بس فرصتي. تمام، طيب هتشتغل كابلان بوك. تمام، يعني انا شايف مثلا فيرست ايد كويس جدا، بس لازم يزيد عليه شويه شباتر في كابلان. فانت مش خبره علشان خاطر تعرف ان الحاجات دي عباره عن ايه، او ايه هي الحاجات دي، او ايه الشباتر دي. انت مش خبره ينفع عشان خاطر تعمل كده، او انك تزود الكلام اللي المفروض يزيد على الفيرست ايد. وبالتالي انت للاسف لو هتشتغل مع نفسك من غير ما حد يجايد يو، هتضطر تشتغل كله من كابلان، وبعد كده تروح جاي راجع قاري الفيرست ايد بعد كل شابتر تخلصه بكابلان، وتحاول تشوف ايه اللي ينفع ينزل من كابلان في الفيرست ايد، او تعرف من الفيرست ايد ايه الكلام المهم اللي المفروض تطلع بيه من كابلان، او اللي تطلع حافظه صامت. تمام؟ طيب كويس جدا. واحد هيجي يسالني الكلام ده مع ايه؟ مع طبعا فيديوهات كابلان. واحد هيجي يسالني امال الاي بي ار اس اللي عمالين نسمع عنه ده؟ البي ار اس يا دكاتره هو كابلان، ده وجهه نظري. البي ار اس منظم في كتابته، لكن عيبه انه ما فيهوش كيرفات وما فيهوش دايجرامات كفايه. فعشان كده انا بفضل كابلان عنه، لانك كده كده هتشتغل في الاخر فيرست ايد. فانا وجهه نظري لو هتاخد وش اول بكتاب يفهمك البرود فيو، المفروض الكتاب ده يبقى فيه دايجرامات كيرفات، يبقى فيه اكبر قدر من المعلومات ممكنه، مع احترامي الكامل للبي ار اس على مستوى الفسيولوجيا. طيب كويس جدا. فارما، فارما يا دكتور اشتغل كله من الفيرست ايد طبعا مع فيديوهات كابلان وبنقص طريقه المايك. هسمع الفيديو، هاخد نوتس كروكي بره كده، هراجع بعيني على النوتس كروكي، واروح جاي قاري الفيرست ايد واشوف ايه اللي المفروض اطلع بيه من النوتس. لو في حاجه زياده كده في النوتس اروح جاي مسقطها في الفيرست ايد اول باول. تمام، ما تشتغل فارما من الفيرست ايد اكسبت جنرال فارماكولوجي، اكسبت جنرال فارماكولوجي. الجنرال فارماكولوجي هتضطر اسفا انك تشتغلها من كابلان، لان الفيرست ايد في الجنرال فارماكولوجي بيهزر بصراحه. اشتغلها من كابلان وارجع بعد كده روح فايت بعينك على الفيرست ايد عشان تشوف انت المفروض تطلع بيه. طيب كويس جدا ده بالنسبه للفارما. بالنسبه للبايو كيمستري بقى يا دكاتره، بالنسبه للبايو، البايو دكتور مع الاسف الشديد يو هاف تو ستادي ذا بايو كيمستري فروم كابلان نوتس. الفيرست ايد يا دكاتره في البايو كيمستري سيء، قميء، مش مرتب، يعني حتى مش مرتب الباثويز ورابطها ببعضها. لا، كابلان في البايو ماشي على الحيط بصراحه. وانا حتى ايفن في الاولد بلان كنت بقول ان الفيرست ايد في البايو وحش. هي يعني المشكله بصراحه الحقيقيه انك هتقول لي طب اراجع منين؟ يعني انا اشتغلت بايوكيمستري من كابلان دلوقتي، هل اخلي سورس مراجعتي كابلان؟ والله انا لو منك ما راجعش من الفيرست ايد حتى البايو. يعني البايو حتى اوعى تراجعها من الفيرست ايد. انا لو منك ادي بس للبايو من زياده وراجعها من كابلان بره. افوت بعيني تاني على كابلان. حتى لو انا عامل مثلا انوتيشنز كده او عامل علامات على الكلام المهم اللي يفكرني بالكلام اللي موجود في الصفحه. راجع من كابلان بره. يعني ميك يور سورس ان ذا بايو كيمستري اولويز كابلان. حاول ما تروحش للفيرست ايد في البايو الا لو مزنوق خالص، لو مزنوق وعايز تعلي البرفورمانس بتاعك في الماده في وقت قليل. لكن انا وجهه نظري حتى وانت بتذاكر وانت بتراجع اشتغل البايو من كابلان، فخلي كتاب كابلان جزء البايو كيمستري في ايدك كده على طول. اعتبره جزء من الفيرست ايد يا اخي. باثولوجي، الباثولوجيا دكاتره هي الوحيده انها تشتغلها من باثوما فيديوز وباثوما بوك. كتاب باثوما فيديوهات باثوما، كتاب باثوما فيديوهات باثوما. يعني ما اسمعش فيديوهات كابلان، ما تسمعش فيديوهات كابلان. ايه ده، ما انت لسه قايل لنا من شويه سنترلايز يور سورس، او سنترلايز قصدي يور فيديوز. لا، الا باثوما في الباثولوجي، الراجل ده ما يتفوتش. تمام؟ فبالتالي لو انت فعلا هتسمع، والراجل بتاع كابلان سيء جدا في الباثولوجي جدا. تمام، وبالتالي باثوما فيديوز باثوما بوك هتمشيهم مع بعض، وبعد كده تقرا الفيرست ايد بعد كل برانش تخلصه باثوما. يعني خلصت جي اي تي قريته من كتاب باثوما، روح قاري جي اي تي من الفيرست ايد. الفيرست ايد في الباثولوجي حلو جدا، بس الميزه في باثوما ايه؟
انه تزود امراض زياده على اللي في الفيرست ايد في الباثولوجي. يعني نيزي باثوما انه مزود امراض زياده على اللي في الفيرست ايد. يا سلام بقى لو تيجي عامل ايه وانت بتذاكر من الفيرست ايد اول باول مع باثوما، روح جاي كاتب كده ستيكي نوت ورقه كده، روح قايل ان باثوما مثلا في الجي اي تي باثولوجي مزود المرض ده والمرض ده والمرض ده والمرض ده، قوم تبقى حاططها في الفيست ايد وانت بتراجع تبقى عارف انك هتفتح الامراض دي تراجعها من باصوره او تبص عليها في باصوره، على اساس كانك بتكمل الفيرست ايد بقدر الامكان. وعلى اساس يوم ما تلاقي اسئله في بنوك الاسئله على الامراض اللي الفيرست ايد مش كاتبها دي ما تتخضش، او يبقى خضتك اقل شويه. تمام؟ يبقى هنانتجريت باثوما الفيديوز مع البوك، وبعدين هنعمل انتجريشن للكتاب مع الفيرست ايد. ده شغلك في الباثولوجي. طب اشمعنى في الباثولوجي اشتغلنا الشغل ده كله؟ لان الباثولوجي ستيل هي اهم ماده في الامتحان، ستيل هي عملاق ستيب 1 واهم ماده بتخدم على السي كي. فاهم ماده اهم ماده اهم ماده اهم ماده تكون مخلصه. يعني الباثولوجي في الكورس بتاعي تاخد وقت طويل جدا بعكس اي ماده تانية. ليه؟ لان الباثولوجي لازم تاخد حقها يا دكاتره. ما ينفعش طالب يطلع مش مظبط الباثولوجي، حتى لو هيطلع مش مظبط المايك مفيش عندي مشكله، لكن الباثولوجي عيب. تمام؟ طب كويس جدا. النيورو ساينس، دكاتره النيورو ساينس في كتابين يتساوى في القوه، يتساوى في القوه، ممكن تشتغل من اي واحد فيهم. ده اسمه هاي ييلد، وده بيتساوى مع كابلان ليكتشر نوتس. هاويفر بصراحه انا لو قارنت ده بده شايف ان الهاي ييلد بيقول كلام كتير جدا يوزلس، كابلان بيقول كلام قليل جدا يوزلس، فبالتالي كلامه اللي في الجون كتير. يعني انا بصراحه لو خيرت بين الكتابين دول اشتغل من كابلان، ما اشتغلش من اسمع مع كابلان او وات ايفر انت تسمع منين يعني. تمام؟ او وات ايفر انت تسمع السورس بتاعك ايه، المهم سورسك في الاستادي يكون كابلان في النيورو ساين او هايل، شوف انت مستريح ليه يعني، واقرا منه مفيش اشكال خالص، بس انا شايف ان كابلان افضل شويه عشان ما بيخرجش بره السياق كتير. هايلد بيكتب ارترز ملهاش لازمه في البلاد سبلاي بتاع البرين، وبيكتب حاجات بيوسعها بيبهواها قوي على كده. برضه الدكاتره طبعا عارفين ان انت بعد ما بتقرا او تخلص الماده من كابلان تروح جاي فايت على الفيرست ايد في النيورو، وشوف انت المفروض الكلام اللي تطلع بيه من الليله بتاع الكابلان دي هو ايه؟ ايه الكلام اللي المفروض تطلع بيه من الليله دي؟ طب حلو جدا. بعد النيورو ساينس اميونيتي بيورلي فيرست ايد. دكاتره انا معاكم ان كابلان في الاميونيتي بيفهم اكتر من فيرست ايد شويه. يعني بيفهمك الحاجه بعمق، الفيرست ايد بيفهمك الحاجه وبس. فهمت؟ يعني كابلان بيفهمك الحاجه بعمق، انما الفيرست ايد بيفهمك الحاجه وبس، هو ده اللي انت محتاجه بس. انا بالنسبه لي بصراحه وبس احسن من بعمق. لو حد بالنسبه له بعمق احسن من وبس يشتغل من كابلان، لكن انا شايف ان ستيل الفيرست ايد از مور ذان انف للاميونيتي على مستوى امتحان ستيب 1 يعني. يبقى نفس الكلام، انا لو منك اخد البنفيت من محاضرات كابلان، خلاص اديني خدت البعمق واديني بقرا الفيرست ايد وعارف ان هو ده الاهم، هو ده مهم اهم حاجه بفهمها كويس. تمام؟ طيب كويس جدا، يبقى الاميونيتي فيرست ايد. طب يا دكاتره الجينيتكس، الجينيتكس يا دكاتره فيرست ايد بلس لاست 3 شابترز ان كابلان، اخر 3 شباتر في كابلان اللي هي الجينيتك دايجنوزز والدايجنوستيك تكنيكس بتاعت الجينيتكس والكلام ده، هتلاقوا في كده 3 شباتر كده في الاخر في كابلان في الجينيتكس. معرفش لو حد يقدر يكتبهم لي دلوقتي على الشات، يفتح كده فهرس لو معاه كتاب الجينيتكس جنبه، اخر 3 شباتر كده في كابلان لو حد يقدر يقول لي اسميهم يبقى كتر خيره جدا يعني. تمام؟ يعني دول 3 شباتر الاخرانيين في كابلان، دول يعني اشتغلهم جنب الفيرست ايد عشان تبقى كملت الفيرست ايد، لان الحته دي الفيرست ايد مش جايب سيرتها خالص، مش رايح ناحيتها تماما، وده ديفكت طبعا، ده يعتبر ديفكت. طيب دكاتره الكلام ده طبعا مع السورس الفيديوز اللي انت ماشي معاهم ملتزم بيه، الاناتومي بالنسبه لك. ايوه ايوه بالظبط، الجين مابنج
والجين دايجنوزز يا دكاتره. الجيناتيك مابنج والجيناتيك دايجنوزز اللي هم الدايجنوستيك تكنيكس في الجيناتكس، هم دول اللي انا عايزك تعرفهم او هم دول اللي انا عايزك تقراهم من كابلن. في كتاب للجيناتكس لوحده بس هم كابلن لازقينه مع البايو، بس يعتبر كتاب والله يا دكتور. تمام. طب الاناتومي ما هم لازقينه في البايو، بس والله يا دكتوره دولنا لو خدتي بالك هتلاقيه يعتبر كتاب لوحده، يعني البايو 300 صفحه والجيناتكس 100 او 150 صفحه، كانه كتاب والله. مهم يعني الاناتومي يا دكاتره والامبريولوجي. بص يا دكتور، اناتومي اشتغلها فيرست ايد مع كتاب اسمه شيلف نوتس او حاجه اسمها الاناتومي شيلف نوتس. وعلى فكره الاناتومي شيلف نوتس دي انا شارحها برضه في محاضرات، انزل لكم اللينكات بتاعتها باذن الله على الصفحه بتاعت البريبريشن سيستم بتاعي اللي هنزل لكم لينكها عنه. تمام؟ باذن الله كل اللينكات اللي بقولها دي هتنزل على بكره مش النهارده يا دكاتره، بس ما حدش استناه النهارده، كل اللينكات دي تنزل على بكره ان شاء الله. طيب فهتشتغلها مع الشيلف نوت، هتشتغل الكلام اللي في الفيرست ايد مع الشيلف نوت مع الفيديوز اللي انت بتسمعها اللي هي وات ايفر ايه هي. انا شايف ان كلام الفيرست ايد لو زودت عليه كلام الشيلف نوتس وزودت عليهم البقين اللي في كيو بانكس او اللي في بنوك الاسئله، خلاص انت في السيف سايد بصراحه، انت في السيف سايد في الاناتومي، اخذت ذاخرتك كويسه في الاناتومي. امبريولوجي كفايه الفيرست ايد، كفايه امبريولوجي او كفايه فيرست ايد يا جدع، يعني كفايه فيرست ايد يا كفايه امبريولوجي بصراحه، يعني الامبريولوجي وجهه نظري كفايه فيرست ايد يعني حلو قوي. وانت يعني الله يكون في عونك لو قدرت تستحمل الراجل اللي بيشرح في كابلن بصراحه. ما اعرفش حد سمعه ولا لا، يعني كان الله في عونك يا ابني والله، يعني تقريبا يعني مش هقول انه بيجيب بواسير بس يعني اهو، يعني انا وجهه نظري ان في ناس كده بتجيب. الشيلف نوتس يا دكتور ده بي دي اف، ده بي دي اف كده برزنتيشن باوربوينت ولا شرحه. ايوه هو ده دكتوره ليلى، هو الراجل العجوز ده. ال دي انا منزل لها فيديوز وبشرحها. اسمع الفيديوهات يا دكتور بتاعت شيلف نوتس ودور على لينك حاجه اسمها اناتومي شيلف نوتس. والله كل اللينكات هحاول اجمعها لكم اهو، كل اللينكات اللي محتاجينها ان شاء الله. تمام. طيب بيهيفيرال ساينس، ركز معايا يا دكتور، كل ما هو سايكايتري او سايكولوجي حلو قوي الفيرست ايد. او ده لينك الشيلف نوت دكتور منير منزله لكم اهو، كل ما هو سايكايتري او سايكولوجي اشتغلوا فيرست ايد. اما الريست اللي هو الباقي ايبيديميولوجي ستاتستكس ايثكس كابلن. ايبيديميولوجي ستاتستكس ايثكس كابلن. طيب يعني جميل جدا، مع برضو انك تشوف الفيديو سورس اللي انت متابع معاه وتابع دي مع البيهيفيرال ساينس. طيب الحمد لله رب العالمين كده انت خلصت يور ستادي، كل سبجكت بالسورس الاقوى فيها بالفيديو سورس اللي انت هتقرر ما بينهم. طب دكاتره كله يديني الاوكي لغايه كده، معلش ان انا طولت عليكم من سنه، بس والله انا التطويل ده جاي عليا انا والله بتعب يعني. تمام. حلو، في دكاتره بتسالني وات اباوت جوليان، وفي حد سالني على دكتور نجيب. دكتور نجيب شيله من الحسبه خالص، لان دكتور نجيب ده بتاع واحد بيحضر معادله من سنه اولى بصراحه. تمام؟ ده بتاع واحد بيحضر معادله من سنه اولى. تمام؟ يعني ده مش بتاع حد اللي هو عايز يخلص المعادله بسرعه. طيب رقم اثنين يا دكتور، جوليان يا فندم انا شايف ان لو حطيته في ميزان جنب باثوما كفه باثوما راجحه. خلاص يعني كف باثوما احسن من جوليان. ليه؟ جوليان لو حضرتك قريت كتابه هتلاقيه بيشرح باثولوجي وحاجات كتيره غير الباثولوجي، كل ما يدخل مثلا يلاقي حته في الباي يروح داخل شارحها من الباي، حته من المايكرو يروح داخل شارحها من المايكرو. لا انا عايز كتاب ملتزم بكوريكولوم الباثولوجي، اكتر كتاب ملتزم بكوريكولوم الباثولوجي مور ذان انف هو باثوما احسن بكتير. يلا خير مفيش مشكله يا دكتور. طيب هكمل، انا لسه ما جيتش للكيو بانكس. لا 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 خلاص. طب كابلن الفيديوز اكيد الحديث احسن من القديم، اكيد الحديث في الفيديوز احسن من القديم، بس هويفر جيب احدث حاجه نازله واشتغل منها.
شوف احدث حاجه ايه وجيبها واشتغل منها، بس اكيد الحديث افضل من القديم. however في ناس بتقول ان في ناس كانت بتشرح في القديم مشيت في الجديد وكانت وحشه، ما اعرفش بقى بصراحه، لكن انا شايف ان all the new is better than the old يعني. however old is gold، بس مش في العلم. مش في العلم طبعا. طيب عايزين نتكلم بقى على ايه يا دكاتره؟ على كيو بانكس. دكتور الكيو بانكس هتحل ثلاث بنوك بالترتيب الاتي. اول بنك لازم حضرتك تبدا بيه هو اليو اس ام لي ار اكس، وده انا شايف انه افضل حاجه انه يتحل اول باول لو عندك وقت. حط مليون خط تحت لو عندك وقت دي، يعني لو متفرغ للمعادله وراك كليه ممكن تفصل الاستادي بتاعك لوحدها، تشتغل مذاكره بس من غير بنوك اسئله. يعني ايه اول باول؟ يعني انا وجهه نظري اشترك في الار اكس اونلاين مده طويله واستحمل الفلوس اللي هتدفعها، معلش حقك عليا. واشتغل بقى طول فتره الاستادي بتاعتك دي، هشترك في الار اكس 6 شهور قابله لانك تاكستند اكتر من كده. تمام؟ واشتغلوا اول باول مع كل ماده انت تخلصها، يعني كل ماده تخلصها تيجي حلل الار اكس فيها، كل ماده تخلصها تيجي حلل الار اكس اسئله الار اكس فيها، كل ماده تخلصها تيجي حلل اسئله الار اكس فيها، لان الار اكس بيهتم بالفيرست ايد اللي انت في الاخر مسيرك ليه وعايز تظبطه. فلما تظبطه في الدوسه الاولى هيفرق معاك جدا في الاخر، لما تيجي تراجع منه وتستخدمه كوسيله للمراجعه. فالار اكس هو اول حاجه لازم تبدا بيها. يا تشتغلوا اول باول لو انت فاضي، يا لو انت طالب او مرتبط بحاجات تانية غير المعادله تروح جاي فاصل الاستادي بتاعتك عن فتره الحل، يعني تخلي فتره الكيو بانكس دي فتره الحل دي لوحدها، بعد ما اخلص المذاكره خالص انا هبدا احل في بنوك اسئله لما اقدر. تمام؟ يبقى اول بنك هتبدا بيه ار اكس، ثاني بنك هتبدا بيه ثاني بنك هتشتغله كابلان كيو بانك. ده ثاني بنك هتشتغله، وده غالبا هتشتغله بعد ما تخلص. ده غالبا ده هتشتغله اول باول، ده اللي حبيزه يعني، وده هتشتغله بعد ما تخلص. تمام؟ طيب الفقره دي يا دكاتره من اول هنا، من اول هنا مهمه جدا للي معاه في الكورس عشان كله يركز. من اول هنا ده مهم للي معاه في الكورس عشان تعرف بنوك الاسئله. تمام؟ فكله يركز. وبرضه اكيد للي مش معاه في الكورس مهمه، بس انا بتكلم على اللي معايا في الكورس ده مريح نفسه من موضوع السورس اوف ستادي والكلام ده وماشي معايا. انا بتكلم من اول هنا، ابدا ركز. طيب حلو جدا. فاللي معانا في البريبريشن سيستم يركزوا من هنا. طيب اول حاجه الار اكس هتبدا بيه اول باول، ده اللي حبيته. تمام؟ ثاني حاجه كابلان كيو بانك هتشتغله كاول بنك بعد ما تخلص، ليه؟ بحيث ان كابلان كيو بانك يبدا يرخم عليه، لانه بنك سكر. ايه كلمه سكر دي؟ شتيمه؟ اه شتيمه يا دكاتره، ما تزعلوش مني يعني. بنك سكر، ما اعرفش حد فيكم قرر او جرب يحل ولا لا. تمام؟ يعني ما اعرفش حد جرب فيكم يحل ولا لا، بنك في منتهى السكافه او السخافه. تمام؟ ليه؟ يا بيركز على حاجات سهله قوي، يا يجيب لك حاجات رخمه جدا ما شفتهاش في اي مكان تاني. بس مصلحه انك تبدا تحتك مع اسئله رخمه بقى لانك خلصت وبتراجع. وسقع مين للاخر يا دكتور؟ سقع الورلد للاخر. ما تغلطش ابوس ايدك وتخلص الورلد بدري وتحرقه. خلي الورلد اخر سلاح بالنسبه لك هتطلعه قبل الامتحان. تمام؟ بدي ثلاث بنوك اسئله، واحد هيتحل اول باول واثنين هيتحلوا بعد ما نخلص. طيب ازاي احل البنك ازاي؟ لا تستخدم البنك كوسيله لاختبار نفسك. ما تستخدمش البنك كوسيله تمتحن بيها نفسك، انت ما بتمتحنش نفسك، يو ار ستادينج. انت بتذاكر البنك. انت بتذاكر البنك، البنك ده جزء من الكوريكولم بتاعك. ايه اللي تستخدمه عشان تقيم نفسك؟ الام بي مي. تمام؟ الام بي مي هو ده اللي تستخدمه عشان تقيم بيه نفسك، هو ده اللي تستخدمه كوسيله تقييم، ما تقيمش نفسك الا في الامتحان التجريبي السيلف اسسمنت. انما طول ما انت لسه بتحل بنوك اسئله، يعني تقييمك لنفسك ما يبقاش ستريكت قوي، يعني لو جبت 50% ما تزعلش. المهم اللي غلطت فيه عرفت افكاره ومش هتغلط فيها تاني. دي اهم حاجه. فكر بشكل ايجابي وانت بتحل بنوك الاسئله، ما تعقدش نفسك. ما تقولش انا مش عارف اعدي ال 60% ليه، مفيش مشكله خالص. ياما ناس كانت بتجيب في الكيو بانكس 40% وجابت في الامتحان سكور خرافي. عادي خالص. طب حلو جدا. طب جميل، اشتغل مع السؤال ازاي؟ هاو تو ديل وذ ذا كويستشن. طيب
طيب دكاتره السؤال بيبقى كالاتي، انت بيبقى عندك سؤال، البنك بيبقى سؤال واختيارات، ادي جالك سؤال اقرا السؤال اختار الاختيار اللي انت شايفه اصح. طيب بعد كده هيطلع لك الحل، هتلاقي كاتب لك correct answer is كذا، تمام، وكاتب لك explanation طويل عريض لليه الانسر دي correct. بعد كده هتلاقيه كاتب لك الانسر كذا is wrong عشان كذا، والانسر كذا is wrong عشان كذا، والانسر كذا is wrong عشان كذا. بعد كده هتلاقيه كاتب لك تحت ال educational objective، او كاتب لك تحت زي ما بيقولوا عليها كده الزبد، الزبده اللي انا عايزك تطلع بيها من السؤال ده، تمام. طيب ده الاستامبه اللي بتنطبق على بيزود حاجات زياده، زي الار اكس بيزود لك بلوك الفيرست ايد اللي عليه السؤال، زي كابلان عامل الزبد دي في حته لوحدها اسمها الريكاب، حاجه كده لوحدها اسمها الريكاب. هاويفر تتعدد المسميات والمحتوى واحد. انت يا فندم مطلوب منك ايه؟ حليت السؤال كده كده ده هيتقري، كده كده ده قراءه بفهم، اللي هو مين يا دكتور؟ الاكسبلانيشن الكبير، كده كده ده لازم يتقري بفهم، حتى لو حلل السؤال ومتاكد منه وعارف اجابته وعارف مكانها في الفيرست ايد كمان. ايه يعني دي لازم تتقري. طيب وده برضه لازم يتقري، وخد بالك انا بكتب ايه يا دكتور بالعربي؟ قراءه بفهم، ولا انا بقول حفظ، ولا انا بقول اقف وسمع الكلام ده على الغايب، ولا انا بقول ان كل كلمه هنا لازم تتكتب في الفيرست ايد. لا، مش كل كلمه هنا لازم تتكتب في الفيرست ايد. حضرتك يا بيه المفروض بتقرا بفهم علشان تفهم المركز بتاع السؤال، او تفهم مركز المعلومه اللي بيدور عليها السؤال. انما بقى شايفين الكلام اللي في الايديوكيشنال اوبجيكتيف ده، هو ده اللي لو في فهمته كلمه ناقصه في الفيرست ايد لازم تزودها، لو في فهمته كلمه في الزبد اللي تحت دي ناقصه في الفيرست ايد تزودها، لكن غير كده انت بتقرا فهم عشان تعمق فهمك بس. طب بالنسبه للحلول الغلط، بالنسبه يعني للحلول الغلط، اقراها ده غلط ليه وده غلط ليه والغلط غلط ليه، هكتب لك كده بالظبط كده. يعني ايه خليك ذكي؟ يعني يا بيه وانت بتحل، انا وجهه نظري وانت بتحل الار اكس اللي هو اول بنك بتحله وبتخلصه اول باول، مش شرط تقرا الحلول الغلط غلط ليه، لان انت مش دلوقتي، انت مش دلوقتي هدفك انك تجمع، انت دلوقتي هدفك انك تحفظ كل ماده على حده لوحدها. لكن من اول ما تخلص وتبدا مثلا تحل كابلان كيو باك يو وورلد، هتبص تلاقي ساعات في الحلول الغلط دي بيبقى فيه تجميعه لطيفه. يعني ايه تجميعه لطيفه؟ مثلا جايب سؤال بيسالك فيه على التيومر ماركر بتاع الكولوريكتال كانسر مثلا، يعني مثلا كارسينو امبريونيك انتيجين مثلا، دي الاجابه الصح. هتلاقي كاتب لك فيه اختيارات ثانيه زي مثلا ايه؟ كانسر انتيجين 19/9 بي ار سي اي مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف، كاتب لك اذر تيومر ماركر، وبعد كده كاتب لك ايه؟ الصح هو كارسينو امبريونيك انتيجين، وجايب لك بقى الاكسبلانيشن لازم يتقري، وده كده كده هتقراه. اقرا الانسر از رونج هنا ولا ما اقراهوش؟ بذكائكم كده يا دكتور، يس ولا نو؟ يعني حد كده يرد عليا يس ولا نو؟ شور يس طبعا، وش تجميعه حلوه انك جمعت التيومر ماركرز الثانيه. هيقول لك اصل كانسر انتجن 9 ده بتاع البنكرياس، اصل كانسر مش عارف ايه ده بتاع كذا، اصل ده بتاع كذا، اصل ده بتاع كذا. حلوه تجميعه جميله، ده انت ممكن تنقلها على جنب تستفيد منها انك جمعت اسماء التيومر ماركرز تحت بعضها. فهمتوا؟ في بقى حاجه بتلاقي الانسر از رونج دي ملهاش علاقه بالكلام، يعني ملهاش اي علاقه بالاكسبلانيشن، او ما فيهاش تجميعه لطيفه، ممكن تتغاضى عن انك تقراها، فتخليك ذكي، بي سمارت، انت فهمت؟ خليك ذكي يا فندم، ما تكتبهاش لو كان فيها تجميعه جميله او تجميعه حلوه. يبقى انا عرفتك هتتعامل مع بنوك الاسئله ازاي. اخر خطوه في تعاملك مع بنوك الاسئله ان لازم اي حته اتسالت تعلم عليها في الفيرست ايد انها اتسالت، تروح جاي معلم على المعلومه كده، حط خط تحت الكلمه اللي اتسالت في الفيرست ايد مثلا كارسينو امبريونيك انتيجين، ايه
تروح حاطط عليها خط كده في كتاب الفيرست ايد وتكتب فيها كده كيو. ان دي سهله. طب معلومه زياده، روح جايه فندم كاتبها على جنب في الفيرست ايد. واحد هيرد عليا يقول لي الفيرست ايد بتاعي بقى مسخره، بقيت مش لاقي مكان اكتب فيه اي حاجه. اقول لك على حركه صايعه عملها احد الطلبه بتوعي دون ذكر اسماء، والله ممكن يكون حاضر دلوقتي. اقول لك على حركه صايعه حلوه، جيب الفيرست ايد بي دي اف اطبعه على ورق من الكبير. عارفين يا دكاتره الورق الكبير اللي هو مش عارف اسمه ايه، كام اي 3 ولا ايه، اي 3 تقريبا، اطبعه على ورق اي 3. بص بقى بحجمه الطبيعي، يعني تخلي هوامش الورقه فاضيه ووش بس وسيب الظهر فاضي. بقى عندك الهوامش على حواف الصفحه وظهور الصفحه فاضيه عشان تقدر تزود فيها لو في اي زياده على اي بلوك، وتبقى مجمع كله في سورس واحد. يبقى معاك مجلد كده او ناموسيه، عارفين الدكاتره ملف المواليد في السجل المدني، هيبقى عندك كده بتاع كده انت ماشي بيها بتشيله على كتفك بس حلو. خلاص بس حلو يا دكاتره، بس حلو بقى مجمع فيه، بقيت مجمع. انا بقول لك لو حسيت ان الفيرست ايد هيقلب منك مسخره، والله مش بجبر كل الناس على كده، بقول لك دي حركه لطيفه عملها واحد وعجبتني والله، بقى بيزود وهو مستريح. خلاص بقى بيزود وهو مستريح، يعني الراجل بقى واخد راحته. تمام براحتك يا سيدي، انت حر يعني. يعني ممكن بقى ستيكي نوتس وتحطها بره، بس في ناس مثلا بيقول لك انا لما بحط ستيكي نوت بره ما براجعهاش، ما لاقي نفسي راجعت الكتاب وما راجعتش الستيكي نوت، او ما قدرتش اراجع حاجه في مناسبتي. براحتك بقى، انت شوف الطريقه الانسب، لكن انا بقول لك طريقه مقترحه. تمام؟ لو بتذاكر من البي دي اف الله يكون في عونك، بس ما حدش بيطيق يشتغل من البي دي اف بصراحه. طيب. طيب جميل جدا. يبقى ده بالنسبه للكيو بانكس بزياداتها وازاي تزود الزيادات. ركزوا معايا يا دكاتره. طب الكلام ده ياخد ايه؟ ديوريشن. محمد المصري معلش ادخل نوه علشان في محاضره دلوقتي، ادخل نوه ان في 20 minutes وهنخش. اوكي يا مصري. طيب جميل، يبدو ان مصري مش معايا، ابتدي هضطر انوه انا. معلش الدنيا دكاتره جاست بس. خلاص يا مصري تمام. ماشي. twenty minutes ان شاء الله. طيب معلش يا دكاتره عذرا على الانتربشن، انا اسف ليكم جدا. طيب كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول الديوريشن، المده اللي هاخدها في الوقت ده قد ايه؟ بصوا يا دكاتره، الناس دلوقتي بقت اقل ديوريشن 8 شهور، ده لو انت متفرغ تماما وما وراكش سيره او ما وراكش حاجه في حياتك غير الفيرست ايد، حتى مش خاطب كمان. بالكتير يا دكتور تاخد معاك سنه وثلاث شهور. ده من واقع الاكسبيرينسز اللي انا قريتها. الناس ما بين 8 شهور لسنه و3 اشهر، يعني الافريج اللي بين البنين كام؟ 10 شهور ل 12 شهر. ده الافريج اللي هو بين البنين. لو انت مكدس نفسك جدا 8 شهور، لو مرحرح على الاخر سنه و3 اشهر، ممكن تخش معاك في سنه و3 شهور. بين البنين ممكن 10 12 شهر، ده علشان ما اكذبش عليك. ما اقعدش نضحك على بعض ونلف وندور على بعض في الكلام. واقول ده في واحد خلص المعادله في 80 يوم، 80 يوم مين؟ ماشي. 80 يوم ده اكستريم، ده شواذ. انا خلاص انا بتكلم دلوقتي على القاعده العامه اللي هي تنطبق على معظم الاكسبيرينس. افتح كده كل الاكسبيرينس هتلاقي كله بيتمحور ما بين الاثنين دول. مش عارف 80 يوم ويقول لي ايه 80 يوم تمام يعني. مفيش مشكله والله. لكن ادخل كده على اكسبيرينس هتلاقي كله بيلف ويدور في الديوريشن دي. تمام؟ طيب سهله خالص مفيش اشكال. طب بالنسبه للسيلف اسسمنت، ايه السيلف اسسمنت اللي انا اعمله؟ حضرتك تعمل ان بي ام اي واعمله اون لاين، ما تعملش ان بي هات اوف لاين. حتى لو حد ضحك عليك وقال لك ان في فورميلا بتحسب بيها السكور وفي مالهاش الكلام الفارغ ده، هي اون لاين.
لان ما حدش عارف كل سؤال في الام بي بي عليه كام، ولا حد عارف السكور معتمد على ايه في الام بي بي. بالله عليك بلاش نلوش، بلاش نحط التاتش بتاعنا. ام بي بي اونلاين وهتعمل موديلين، احسن موديلين في الوقت الحالي ايه؟ 13 16، في ناس بتحب 17 اللي نازل جديد، مفيش مشكله 13 16، خلاص دول احسن اثنين ام بي بي. ورايك تبدا ب 13 عشان سهل شويه، وبعد كده تعمل 16 عشان دمه تقيل ورخي. طيب كويس جدا، يبقى في السيلف اسسمنت احنا نعمل الان بي ام اي اللي هو الناشونال بوردز اوف ميديكال اكزام. ناشونال بوردز اوف ميديكال اكزام دول اللي بيحطوا امتحان ستيب 1، عاملين امتحانات تجريبي تقيس بيها مستواك. الامتحان عامل 60 دولار تقريبا، على حد علمي ما كانوش غلوا الدنيا، الدولار غلي ولا يعني على حد علمي كان ب 60 دولار، ما اعرفش وصل لكام دلوقتي، لو حد عنده ابديت جديد يقول لي يعني. لكن على حد ما انا ما كنت عارف 60 دولار كان الموديل تقريبا يعني. تمام؟ كويس جدا. هتعمله اونلاين، بتشتريه اونلاين وبتمتحن نفسك. اثنين مودلز 13 و16. والله هقول يا دكاتره اتقالوا، يا دكاتره اتقالوا بالله عليكم. امتى؟ خلصت الاستادي وقررت انك هتعمل الار اكس بعد ما تخلص. يبقى تستنى تخلص ار اكس وبعد كده تخلص كابلان كيو بانك وتروح عامل اول ام بي مي، بعد كده تخلص اليورلد وتروح عامل ثاني ام بي مي. يعني من الاخر يا دكاتره الام بي مي هين ايه؟ واحد قبل اليورلد وواحد بعد اليورلد. قبل اليورلد وبعده، قبل اليورلد وبعده، يبقى واحد قبل اليورلد واحد بعد اليورلد في خطتك. سيان مكان، سيان مكان خطتك دي، انك خلصت الار اكس اول باول او خلصت الار اكس بعد ما تخلص. تمام؟ لا يا دكاتره اللي جاي متاخر او كده يسمع المحاضره بقى متسجله ان شاء الله. تمام؟ يبقى يا دكتور هتسمع ام بي نهايه او هتخلص ام بي نهايه او هتعمل ام بي ام اي قبل اليو وورد وام بي ام اي ثاني بعد اليو وورد. بحيث انك في الام بي مي الاولاني هتجيب سكور مش ولا بد او مش قد كده وهيصدمك، بس في اليو وورد هتركز على نقط ضعفك اللي طلعت من هنا فتظبطها وتروح جاي عامل ام بي مي ثاني على نظافه بقى. تمام؟ طيب كويس جدا، يبقى الام بي مي هين هيتعملوا قبل وبعد اليو وورلد. طب حلو، هتعمل الام بي مي الاولاني قبل اليو وورلد، خلاص هتعمله قبل اليو وورلد. الام بي مي 13 هنعمله قبل اليو وورلد. طلع سكورك فيه حلو زي ما في حلو في الاحلى، استنى تشوف الاحلى. طلع سكورك فيه وحش ما تقلقش، اول ام بي مي طبيعي جدا انك تجيب سكور مش ولا بد او مش تمام. ليه؟ لانك بتبقى لسه عندك الرهبه، يعني لسه برضه ما اتعودتش انك تمتحن على المنهج كله، لسه الموضوع بالنسبه لك اماتيور. تعالى هيطلع لك في الام بي ام اي سكور ريبورت محترم وهيقول لك نقط ضعفك فين. ابدا حل اليورد، ركز على نقط ضعفك وروح جاي عامل كمان ام بي ام اي مع التركيز اثناء حل اليورد على نقاط الضعف. لو طلع انت ضعيف في كل المنهج ركز على كل المنهج الثاني وانت بتحل اليورد، روح جاي عامل كمان ام بي ام اي. الام بي ام اي الثاني اللي هو ام بي ام اي 16 عملت جبت فيه سكور كويس، خش امتحانك وتوكل على الله هتجيب سكور قريب من اللي جبته في الام بي ام اي في الامتحان. جبت سكور مش تمام برضو مش عاجبك تعمل ايه؟ اكستند الاليجابيلتي بيريود بتاعتك، يعني اجل امتحانك وحل اليو وورلد مره ثانيه، لف على اليو وورلد لفه ثانيه مع التركيز على نقط ضعفك. يعني انت هتحل اليو وورلد مرتين، ادي الترناتيف بلان بالنسبه لك انك تيجي حالل كمان اليو وورلد مره ثانيه، لان اليو وورلد بنك مهم. في ناس ما بتهضموش من اول مره، في ناس ما بيستويش في دماغها لما تحله مرتين، وروح جاي حالل انذر ام بي ام اي ثاني. معلش هتزود تكلفه على نفسك، هتعمل ام بي 17. تمام؟ ده بعد اليو وورلد. لو ام بي 17 لسه برضه ما جبتش فيه السكور اللي انت عايزه، يعني روح بقى اكشف اي كيو يا دكتور، او يعني اتصرف يعني، او شوف الاي كيو بتاعك. نسيت والله صحيح، معلش حاجات اللي في النسيان، عشان كده انا بقول للناس ما تعمليش انتربشن. الاسكس صحيح، الاسكس في كتاب اسمه ال 100 كيس بتاع كونراد فيشر، ده كتاب موجود وليه لينك او لينكات على النت. كتاب ال 100 كيس اوف كونراد فيشر هو مصدرك لمذاكره الاسكس،
100 كيس ب 100 فكره او ب 100 ايثيكال سيتويشن وتتصرف كل واحد ازاي، ال 100 فكره دول تقريبا الامتحان بيتمحور حواليه او بيلف حواليه. فيعني ركز في ال 100 كيس بتاع قدره فيشر علشان تفهم جزئيه الايثكس. في كتاب اسمه ايه؟ ال 100 كيس اوف قدره فيشر. تمام يا دكاتره؟ طيب كله يديني الاوكي انه سمع وهضم البلان اللي انا قلتها. اللي عايز يعيد اي حاجه تانية هتنزل المحاضره متسجله قبل يوم الجمعه. دكاتره ارجوكم رجائين. الرجاء الاول خد قرار وابتدي وما تتاخرش. خد ستيب 1 قبل ستيب 2 سي كي واسمع كلامي لان ده الاحسن. طيب بصوا يا دكاتره المسجز دي مهمه جدا، بالله عليكم ركزوا. خد ستيب 1 قبل 2 سي كي. خلي عندك اراده وعزيمه واصرار وبرسيستنس. ما تقطعش ولا توقف في النص. ما تسمعش كلام صحابك اللي بيشتتوك او عايزينك تاجل بدايتك لبعد ما تتخرج. تمام؟ رقم 5 وهي الاخيره، اي واحد من اللي قاعدين قدامي دول مؤهل انه يجيب 260 بلس حتى لو كان بياخد السنه في سنتين في الكليه. بس اهم حاجه انك تاخد القرار وتذاكر صح ومره في حياتك تمشي على سيستم. مشيت على سيستم وعلى بلان حتما ولازما ولابد، ما دام الاي كيو بتاعك دخلك كليه الطب، الاي كيو بتاعك هو اللي هيجيبك سكور محترم في اليوسم لو اشتغلت صح. تمام يا دكاتره؟ طيب الرجاء بقى اللي بطلبه ان لو حد خطه حلو، خطه جميل يعني، لان انا بصراحه مش هيبقى عندي وقت والله ده، انا خطي جميل والله خطي حلو قوي. اسالوا الناس اللي بتاخد معايا. طيب لكن يعني لو 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 انت خطك جميل او خطك حلو، يا ريت يا ريت يا ريت تظبط المحاضره دي في ورق او في نوتس وتنزلوها للناس على الوول بتاع الايفنت، يبقى جزاك الله خيرا. تمام؟ يعني تكتبها كده بشكل منظم كده وتنزلها للناس على الايفنت، تاخد ثواب كبير. الناس تبقى بتسمع المحاضره ومعاها كمان هاند اون كده للمحاضره جميله، تمام؟ اللي يقدر يعمل كده يعمل يا دكاتره. وخد بالك يا دكتور، ساعد من حولك علشان يساعدك ربنا. شكرا جزيلا لكم جميعا، وانا اسف ان انا مش هديكم وقت تسالوني. لكن خلوا يا دكاتره اللي عنده اي سؤال يحطه على الايفنت وانا هحاول بقدر الامكان ان ارد على كل الاسئله، تمام؟ فمعلش والله لان انا الوقت فعلا ازف جدا معايا. شكرا جزيلا لكم جميعا، يا رب اشوفكم كلكم في امريكا، ويا رب كلكم جميعا تمتشوا ان شاء الله في يوم من الايام. شكرا جزيلا، ويا رب 260 بلس كلكم، يا رب دمي ما يكونش ثقيل على قلبكم، بالتوفيق والنجاح والتجاره السلاح.